بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا حارس شفط الجون من الظهر، وهنرجع نعمل تعبئه في منطقه الارداف او المحاصره تاني. اللي بيميزنا في حالتنا ان احنا معانا جهازين، جهاز المايكرو اير بنشفط بيه الجون بطريقه صحيه وبطريقه معقمه تماما. بالنسبه لعمليه الحقن، احنا بنحقن بنظام الدائره المطلقه، ان الجون بتكون مشفوطه على وعاء معقم بالكامل، بعد كده بنمررها على جهاز تاني اللي هو الجهاز ده اسمه اللايف سيرش. عن طريق جهاز اللايف سيرش ده احنا بنعالج الدهون وبنرجع نحقنها تاني من غير ما ايدينا تلمس الدهون نفسها. تمام؟ زي كده شايفين؟ انا بشفط الدهون وارجع. المفروض ان ده بيضخ كده الدهون في المكان الجديد اللي انا عايز احقنه من غير انا ما اتعامل مع الدهون والمسها. ده طبعا بيزود من فرص تقاعيد الدهون بنسبه اعلى من الطريقه التقليديه، بيمنع تماما موضوع تلوث الدهون بان انا مش بلمسها، وفي النهايه بتكون الشكل احسن والمطهر بتكون احسن. رجعنا لكم مره ثانيه. احنا دلوقتي في مرحله حقن الدهون في العمليات. زي ما احنا شايفين الجهاز بتاعنا هو بنحقن الدهون ماشيه كلها جوه الجهاز من غير احنا بنلمسها. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنوجه بس الدهون للمكان اللي احنا فعلا حابين نحقنها فيه، وحابين نزود فيه اماكن تواجد الدهون من غير ما بنلمس الدهون تماما، وبالتالي بنحافظ عليها بشكل كويس جدا. اتمنى ان الحلقه تعجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير، واحاول اشوف لكم نتائج قريب.